السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم مره اخرى في 82 من امتحان وطني موحد الدور العادي 2008. اذا 82 حول الاعداد العقديه. اذا السؤال الاول حل في السي المعادله التاليه. اذا باش كنحلوا هذه المعادله، الخطوه الاولى كنحسبوا دلتا، دونك دلتا هذا الوسخ اللي خرجناه هنا وقد الجواب دلتا هو بي او سيجنال ناقص 6 او سيجنال ناقص 4 في أ في 1 في سي في 34 تساوي 36 ناقص 4 في 34 ممكن 4 في 30 هي 120 و 4 في 4 هي 16 136 ناقص 136 يعني غتعطينا ناقص 100. إما نخليها بحال هكا ونلقى الحلول المباشرة، إما هاد الناقص نرجعها اي او سيجنال وهاد المية نرجعها شي عدد او سيجنال جدا 100 او سيجنال ياك. اذا تساوي نقدر ديريكت فورمولا تساوي دلتا تساوي هاد ناقص 100 هي ناقص 1 في 100 ياك، والناقص 1 هي اي او سيجنال في 100 هي 10 او سيجنال يعني كتساوي 10 اي الكل اس، اما بحال هكا واما بحال هكا وديريكت فورمولا صحيح. اذا حلول المعادلة هي زد واحد كيساوي ناقص بي حقاش جذر دلتا على الجذر تاع دلتا هو 10 اي حقاش كتبنا دلتا على شكل 10 اي وسيبنا او لا خدم ديريكت هنا يعني جذر القيمة المطلقة ديال دلتا. دونك هاني غنشرح لك ما تخدمش هنا زد واحد كيساوي ناقص بي يعني 6 ناقص الجذر تاع دلتا. شنو هو الجذر تاع دلتا؟ هو 10 اي. اما ندير 10 اي ديريكت وإما نطبقوا القاعدة شنو هو زاد واحد؟ هو 6 ناقص إي في جذر مربع القيمة المطلقة تاع دلتا، ونفس الشيء على الأقل نفس الشيء القيمة المطلقة ديال دلتا هي يعني 100 جذر 100 هي 10 يعني تبقى لنا ناقص 10 يعني بحال بحال سوا خدمت بحال هكا ما نسويش على الجوع سوا خدمت بحال هكا سوا خدمت كيما راني خدام دابا. إذا على 2 في 1 هي 2 إذا جينا تساوي 6 على 2 3 10 اي على 2 هي 5 اي صحيح. وزاد 2 اما كيدير زاد واحد بار يعني 3 زائد 5 اي ولا تحسبوا عادي ونصحك تحسبوا احسن 10 اي يعني زائد الجدار نتاع دلتا اللي هو هنا على 2 كتساوي 3 زائد 5 اي صحيح. وهذا هو المرافق نتاع هذا صحيح. اذا حلينا المعادله. اذا ثانيا نعتبر المستوى العقدي المنسوب الى معلم او واحد جوج نقط سي التي لحقوها سي يساوي 7 زائد 3 اي بي لحقوها بي يساوي 3 ناقص 5 اي ا لحقوها ا يساوي 3 زائد 5 اي. دونك انا غير وساخ وصغير باش نوضح لكم يعني المعطيات. ثم زاد لحق نقطة ام من المستوى وزاد فتحة لحق ام فتحة صورة ام بالازاحة تيذة المتجهة اي التي لحقوها 4 ناقص 2 اي. اذا السؤال الاول بين ان الزاد فتحه يعني اكتب الزاد فتحه بدلاله الزاد. ممكن نبداو نجاوبوا على هذا الشطر من السؤال. روح لدينا شنو عندنا تي 2 ام تساوي فتحه يعني صوره ام عفوا هنا صوره ام بالازاحه ذات المتجهه اي هي ام فتحه. يعني اش كتعني هذه صوره ام هي فتحه يعني ام فتحه تساوي اي. هذا هو المعنى ديالها هندسيا ياك. الور هذه شنو هو اللحق نتاعها؟ يعني الزاد فتحه ناقص الزاد اللحق نتاع ام مفتحه هو اللحق نتاع ام فتحه ناقص اللحق نتاع ام. اللحق تاع ام فتحه هو الزاد فتحه ناقص اللحق تاع ام هو الزاد. وبالنسبه للزاد اي راه معروف هو 4 ناقص 2 اي. اذا تكون متجهتين متساويتين لكن عندهم نفس اللحق متفقين؟ يعني بكل بساطة زاد فتحة كتساوي زد زائد 4 ناقص 2 اي. أمور بسيطة جدا. وتحقق أن السي هي صورة أ بالإزاحة تي. ألوغ باش تكون السي هي صورة أ خاصني إلا عوضت هنا بزد أ خاصني نلقى زد سي. إذا غادي نعوض هنا بزد أ ألوغ لدينا زد أ زائد 4 ناقص 2 اي وزد أ راه عندنا هي أ تساوي خصني نلقاها تساوي زد سي صافي باش تكون الصورة.
إذا تساوي الزد يعني 3 زائد 5 إي زائد 4 ناقص 2 إي شنو تساوي 3 زائد 4 7 5 إي ناقص 2 إي زائد 3 إي وهذه خاصها تكون السي صافي هي السي يعني لحق النقطة السي إذا تي إي 2 أ كتساوي السي علاش لأن لقيت عوضت هذا بالحق تاع النقطة أ ولقيتو كيساوي الحق تاع النقطة سي وبالتالي فإن صورة أ هي سي شنو كتعني هذه العلاقة؟ هذه هي التعريف تاع الإزاحة تاعنا التعريف العقدي تاع الإزاحة تاعنا يعني إذا كانت عندي زد نقطة مثلا أ كتساوي زد أف زائد 4 ناقص 2 إي راه أ هي صورة أف تقل إذا سألنا السؤال ألف تأخذ سؤال جوج إذا السؤال باء بين أن إذا فقط الحساب أو لا أكتب العدد العقدي على شكل جبري كذا هو السؤال باء إذا لدينا غير الحساب هذا الشيء صافي ولكن حتى راسك ما تغلطش صحيح بي وشنو هي المهم بي ناقص سي على أ ناقص سي بي ما تنساش 3 زائد ناقص 5 إي ناقص سي هي 7 زائد 3 إي على أ هي 3 زائد 5 إي ناقص سي هي 7 زائد 3 في الأول نحسبو عادي 3 ناقص 7 هي ناقص 4 ناقص 5 إي ناقص 3 إي ناقص 8 إي 3 ناقص 7 هي ناقص 4 5 إي ناقص 3 إي هي 2 إي ياك مغلطش 5 إي ناقص 3 هي 2 إي أول حاجة كلهم كيتقسموا على 2 نعمل 2 ونقسم ولا بناقص 2 أفضل إلا عملت الفوق بناقص 2 شنو تولي؟ تولي 2 زائد 4 إي ولتحت إلا عملت بناقص 2 تولي ناقص 2 في 2 زائد ناقص إي عفوا إذا نختصروا بديك ناقص 2 غتبقى لنا 2 زائد 4 إي على 2 ناقص إي ألوغ نضربوا في المرافق نتاع المقام يعني تولي لنا 2 نحيدوا الإي من المقام زائد 4 إي في المرافق نتاع المقام هو 2 زائد إي على 2 ناقص إي في 2 زائد إي إذا تساوي نشرو 2 2 هي 4 2 إي 2 إي 4 إي في 2 زائد 8 إي 4 إي في إي هي ناقص 4 هنا أ ناقص بي زائد بي أو سيدنا يعني جوج وسيدنا هي 4 ناقص إي وسيدنا هي ناقص 1 تولي زائد 1 تساوي 4 تمشي مع 4 زوج إي زائد 8 إي هي 10 إي على 5 هي زوج إي دونك داك السؤال مطروح جاوبنا عليه طيب دونك لقينا بأن ما بي ناقص سي على أ ناقص سي كتساوي جوج إي إذا السؤال جيم يستنتج أن المثلث أ بي سي قائم الزاوية في نقطة يجب تحددها وأن بي سي تساوي جوج ناقص سي أمور بسيطة جدا إذا ما غاديش نبقى نفكر بشي طريقة أخرى ولا نبقى نخربق باش نبين أن خصني نستعمل هاد الشيء اللي عندي في باء باش نبين هاد الشيء خصني نستعمل هاد الشيء صحيح حقاش عندي ألف باء جيم يعني داك الشيء وحدة مرة واحد صحيح ألوغ كيفاش نستعمل هذا ألوغ من خلال هاد الكتابة هادي لقينا بأن هاد الشيء هذا كيساوي جوج إي يعني عدد عقدي محض تخيلي صرف اسمحوا لي عدد تخيلي صرف زوج إي عدد تخيلي صرف عارفين بأن ملاقي موت عدد تخيلي صرف هو إما بي على إثنان أو ناقص بي على إثنان بما أن المعامل هو زوج موجب فإنها يعني بي على إثنان لاقي موت عدد هو بي على إثنان ولاقي موت عدد شنو كيساوي؟ كيساوي الزاوية سي أ سي بي إذن لاغي مو تاعو كيساوي الزاوية سي أ سي بي إذن لدينا سي أ سي بي قياس نتاع هاد الزاوية واش كيساوي؟ كيساوي لاغي مو نتاع بي ناقص سي على أ ناقص بترتيب دو بي سو لاغي مو هذا العدد هو جوج إي والله يرضى عليكم دائما لارغيمون تاع عدد عقدي او عفوا عدد تخيلي صرف لارغيمون تاع عدد تخيلي صرف المعامل تاعو موجب هو
هو بي على جوج. لو كان كان هنا ناقص جوج تكون ناقص بي على جوج، ولا ناقص ثلاثة، ولا ناقص أربعة، ولا ناقص واحد، ولا ملي كيكون موجب هي بي على جوج. ملي كتكون عوضي الحقيقي ما كاينش غير جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، كتكون هي الزاوية هي صفر. إلا كان ناقص جوج ولا ناقص ثلاثة ولا ناقص أربعة ما كاينش بي، تكون الزاوية هي بي. داك الشيء راه نشرحه في فيديو أخر، إلا ما فهمتوش سولونا نجاوبكم إن شاء الله، نعاود نشرحه ما كاين حتى شي مشكل. أولا صيفط لكم لو ليان تاع الفيديو اللي شرح فيه. إذا تساوي لاركمون تاع هذا تخيل الصرف المعادل ديال الوجب هو بي على اثنان تعطي دو بي. إذا من دابا بقينا أن قياس الزاوية هو بي على اثنان، إذا المثلث أبي سي قائم الزاوية في شنو النقطة؟ شنو النقطة؟ قائم الزاوية في سي. الشطر الثاني من السؤال، بي سي توجه أصلي. كذلك إذا كان ممكن أنني نستعمل هذا المعطى نستعمله، إذا ما كانش ممكن نحسب مسافة بي سي ونحسب مسافة أصلي وغلق العلاقة بيناتهم. إذا نحاول نشوف واش كاين هذا الشيء. نعم كاين. شنو هي المسافة بي سي على أصلي؟ نحسبها خصنا نلقاوها زوج. أوريدي هنا بي سي على أصلي. نقول لكم علاش درت هذا الشيء. بي سي على أصلي ها هي متفقين؟ نقدر تنقلبوها سي بي على سي أ، المهم ميهمنيش. شنو كتساوي هادي؟ بي سي على أصلي، مسافة بي سي على أصلي. ألور هي موديلو، عفوا بي سي، شنو هي بي سي؟ هي الموديل ديال سي ناقص بي، هي الموديل ديال سي ناقص أ، وشنو هادي؟ هي الموديل نتاع زد على زد فتحة، على الموديل تاع زد فتحة، والموديل تاع زد على زد فتحة، يعني سي ناقص بي على سي ناقص أ. باش نلقى هذا نضرب ناقص واحد فوق ولتحت تولي لنا بي ناقص سي على أ ناقص سي، ناقص واحد مشات مع ناقص واحد صحيح. ألوغ وشنو هذا؟ هو جوج إي، وشنو كيساوي هذا؟ كيساوي جذر مربع زوج إي، جوج أو سي اثنان، يعني هو زوج صحيح. إذا شنو لقينا؟ لقينا بي سي أيا أي بي سي على أسي تساوي جوج، يعني بي سي كتساوي جوج أسي صحيح. جاوبنا على السؤال. إذا انتهى التمرين الثاني ونتلاقاو إن شاء الله التمرين الثالث.